هذا مشاري؟ اي نعم اي مشاري. وين ابوه؟ معنا بس هو سبقنا. انت غصون؟ اي نعم انا غصون. اسمي غصون. كنت أتمنى لو أهلي يسموني وردة ولا زهرة ولا حتى شيرة، لكنهم اختاروا لي غصون لأن لكل إنسان من اسمه نصيب، فأنا فعلا مثل الغصن الجاف، مو نابت عليه لا زهر ولا ورق. عمري 48 سنة، لا عمري تزوجت ولا عمري فرحت. عائلتي ماتت واحد ورا الثاني، وآخر واحد مات كانت أمي الله يرحمها. ارتاحت أنا أشتغل بهالوزارة، هني مركز العوانس والزوجات التعيسات. أنا أشتغل رئيسة قسم على هالمخلوقات اللي كل يوم أشوفهم على الصبح ويسبتون نفسي ويلوعون جبدي. هذه شريفة أم عبد الله، مثل ما تشوفون فيل هارب من حديقة الحيوان، ما أشوفها إلا تاكل، والغريب رغم منظرها اللي يجيب الغم دايماً تضحك. على شنو ما أدري، نسيت أقول لكم عمرها 60 سنة وعندها ما أدري 3 أو 4 عيال، ما يهم. وهذه روان 35 سنة، هذه سالفتها غير، تقدرون تقولون إنها هادية وبحالها لأن اللي فيها مكفيها. عندها ولد مريض ومبهدلها كل يوم والثاني سالفة، المهم إن زوجها منحاش منها ومن ولدها. ابتسام هذه نكرة، موظفة جديدة ما فيها إلا جسم وشعر، لا أسلوب لا شخصية، لا فوق هذا غبية وتافهة، ما تعرف الشغل ولا تدري عنه شيء، وكل يوم والثاني غايبة وتدور أعذار. بدرية ست الحسن والجمال، عمرها 37 سنة، ملكة التباهي والغرور، شايفة نفسها على شنو ما أدري، تحب المهايط والتشيحط دايماً علينا. عشتوا كل يوم لبس شكل ومكياج شكل، ويه الله يعينك على نفسك. عندها 3 عيال ومفكرة أنه ما حد تزوج ولا ياب عيال غيرها. بهالمبنى أكبر تجمع نسائي للمحبطات والمهمشات على وجه الأرض. هذا المكتب اللي أديره والويوه اللي قاعدة تصبح فيها كل يوم.
الله يخص بليسك يا فواز، مطرش لي حكي حب من صباح الله خير. هالريال كل ما اقول له يوز عن هالسوالف خلاص احنا كبرنا يقول لي لا احنا اذا كبرنا وعيالنا كبروا بنروح نسوي شهر عسل. بالله هذا حكي يا حليل. الله يخليكم حق بعض ولا يفرقكم ان شاء الله. يا بدري انتم بعدكم صغار، حبوا بعض كثر ما تقدرون ولا عليكم من احد، حبوا. وانتي روان وين رايلك الحين؟ للحين الاردن ما رد. للحين ما رد؟ ومتى بيرد؟ ما ادري والله. لا تكدرين نفسك حبيبتي، الغايب عذره معاه. انا مو متكدره، هو صار له 4 سنين برا الكويت قاعد بالاردن، بس المضيق خلقي ولدي حسن. انا من ولدته وعنده ثقب بالقلب، بين فتره وفتره لونه يتبدل، انا بس خايفه عليه حق جدا. حبيبتي انت الله يشافي يا رب ان شاء الله. لا تحاتين حبيبتي، ترى حسن بطل، ان شاء الله بيسوي العمليه وبيسلم، والدكاتره ما بيقصون، بيشوفون لأحسن علاج وبيسوونه. روان حبيبتي الحين الطب تطور، لا تحاتين. الحمد لله على كل حال. شو السالفه؟ ما في شيء، بس حسن تعبان شوي. طول عمرها قليل الذوق هالمرة. أوف، قليل الذوق وبس، ما عندها كل شيء إحساس. أوف. تفضلي حبيبتي، حلي رجلك. ضحكي ترى الدنيا ما تسوى يمه. تفضلي. شكرا. عندك إن شاء الله بطيب. تفضل. لا. يا ضحكة. تسامي. تسامي عريضة. أحلوكم والله، الله لا يحرمني منكم إن شاء الله. أنتم اللي ردين لي الحياة. إي والله. يلا يما، الواحدة تشوف شغلها، جاب المكتب، لا تجيكم الساحرة. أنا هذه غصون عيست أفسرها صراحة. ليش كذي الغيرة ماكلة قلبها أكال؟ شنو ذنبنا إذا أنتي ما تزوجتي ولا عيلتي ولا أحد راضي أصلاً يطلق وجهك؟ روحي طقي لك فلر بوتكس، تشوري هالشوشة هذه اللي حاطتها، يعني تحسين الزمن واقف فيها بالتسعينات، ما شلون صايرة؟ يما أصلاً عيونها تخوف، تدرون؟ أنا قبل ما يتداوم شو أسوي؟ أتبخر وأقرأ المعوذات وأقول كل الآيات اللي حاطتها، لأن عيونها كذي أشوفها لما تطالعني تطالع شعري، تطالعني إيش لابسة، تخرع تخرع. ترى انتم مو سهلين. منكم احنا روان شاركيني، ترى البنات استخفوا. ها؟ لا انت مو هني، بس انا اللي هني. سمعتنا؟ خل تسمع. خل تسمع. ايش فيك؟ الله بس فشلتيها. بس اشوف شعرها. يلا يلا thank you.
انا بطلع شوي، انت دشي داخل وديري بالك على راشد، سمعتي؟ راشد ما يسمع كلامك. بيسمع كلامك، بس ياني وياك تطلعي برا، احش ريولك حش. يلا شوف. اصبر يا مال، شقول وخر وخر وخر، صار لك ساعه طاق اشاره، وخر.
استاذ غصون، ايش تبين؟ انا اليوم بس بطلع مبكر عشان حاسب عوار شوي بظهري. ايش في ظهرك توك بعدك صغيره ولا في احد طاقك عين؟ روحي روحي. مشكوره. تستاهلين هذا اللي تحكى بالناس من قدامي وي من وراي وي، تستاهلين. ما شاء الله الله يحب صج عنده ذوق صراحه. انت الورده، انت الورده. تحسين ان شاء الله زواج العمر. ان شاء الله يا رب الله يهنيكم. ان شاء الله ان شاء الله يخير بعد قلبي. هاي مكتبه كذي حطي في المكتب. شنو هالفوضى؟ شنو هالفوضى؟ شنو اللي صاير؟ ايش فيكم؟ شنو اللي قاعد يصير؟ لا يبين ورد حق بدري ومستانسين لها. تدرين يعني فواز ريلي حبيبي بعد قلبي ما نسعيد زواجنا مع ان انا نسيت صدقين. وليش ما يطرشك الورد للبيت؟ لا الهديه الصجيه عاد تلقينها بالبيت. شوفي عاد طقم الماس سفره ما يندرى. عليكم بالعافيه. عليكم بالعافيه. تعالي صوري ويا الورد. روحي. شني حريتها؟ ما تتقهر. الله يهديكم، ايش تبون فيها؟ خلوها بحالها عاد. اسكتي بس لا تسمعني. هذولها اذفار. يلا مع السلامة. يلا مع يلا السلامة. يلا معك ماشيين. يلا توكل على الله. توكلنا. حسوني حبيبي ماما، حبيبي الماما. وينك انت؟ وينك انت؟ وينك ها حبيبي؟ ماما ودني مكتب. ليش ماما وديش مكتب؟ ما بغينا حسو يتعود عليك، ترى يحبك ما يبي غيرك. ليش تبي تروحين؟ لكنت ماما. شو اللي تبي ماما؟ تبي راتب زياده انا بعطيك. قعد يلا يخليك. سوري ماما لكنت. تعال ماما، تعال حبيبي، يلا تعال تعال تعال. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. حبيبي لحم رفع ريولك. شوية شاخص والله المستعان إن شاء الله. ما تشوف شر إن شاء الله. أوديك الطبيب. أوديك عن الشر. لا إيش دعوة، شايبة مريت الجمعية ويبت لك هذا اللي تحب السنة بون. إيه بو الدارسين. حياها الله. عنديش خبر، أنا صار لي 3 أيام خاطري فيه وكل ما يتوصيك أنسى، لكن القلوب شواهد ما نسيتيني. أنسك ده كلام. تفضل حبيبي. تسلمين. يلا عليك بالعافية. الله يعافيك. خلى روح أبدل ويك. خير إن شاء الله. أوكي. بسم الله الرحمن الرحيم.
زين شوي. وعلي عليك يا بدرية، صدقني أنا أكسر الخاطر وأنتي تفتخرين بكل اللي عندك. بدرية راح أخذ منك كل شيء، كل اللي تملكينه هذا أنا راح أخذه منك، وبنشوف من اللي يكسر الخاطر بالآخر. شي خلص؟ خلص شغلة هون؟ خلص. وهي شنو؟ خذ رمزة 4-0. شو سويها؟ اوكي. اوكي. كذي خلاص اشتغل. كذي خلاص اشتغل. بسم الله عليك، انت ليش للحين مو نايم؟ اخوانك ناموا؟ ها؟ ما ابي. ليش ما تبي؟ ما ابي. انزين. هذا منو بعد؟ علي، إذا ما رديت اليوم باكر بتردين. أنظر. عزمت تنام هني؟ يلا ما عليه، دام ابوك سهران. عطني السماعة، ما راح اخذها غصبا عنك. لا ما راح تاخذها، لا اخذها. عذور انت العودة، يلا لا تحطين عقلك بعقله. يما ما يصير، السماعة مالتي وهو نسى سماعته، الحين يبي اخذها غصب. لا يما هي اصلا مالتي وانا معطيها اياها والحين ما تبي تردها. وين سماعاتنا؟ عطني اهو. لا انت ولا هي، يلا فكوني. زين كذي كله منك. اي زين. Thank you.
شوفي على نفس الايميل راح ادزها لك عشان انت تشوفين التقييم اوضح. شوفي هذه وينها ابتسام للحين ما ياب. نعم استاذة صباح الخير. هلا تفضلي. ما يخالف استاذة انا اليوم ما راح اقدر ظهري للحين يعورني و... لا 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 خذي راحتك على راحتك ارتاحي ويصير خير ان شاء الله مو مشكلة. اخذي راحتك حبيبتي تماما تماما سلامتك. اوكي يعني بتسجلينها مرضية؟ ان شاء الله اسجلك اياها مرضية. مشكورة استاذة. حياك الله. يصير خير يا بسومة يصير خير إن شاء الله. خلنا نرفع الجدر الحين ونشوف. الله تسلم إيدينها هالمرة قسما بالله اليوم سوت أكلة تهبل. اليوم أنا بجربها. زين عيل طرشي لي إياها جربها أنا بعد. إن شاء الله حبيبتي الحين أدزلك وأنتي بعد روان. لا ما له داعي أنا بروحي محتاسة ما عندي وقت أسوي شيء. خدامة تبي ترد المكتب ولدي ما عارف وين أأمن عليه لوقت الدوام. خليني. زين والمدارس الخاصة؟ هو توا سنة صغير عمره 5 سنين مو أي مدرسة تقبله. بعدين هو ما شاء الله عليه وايد حرج يعني حتى الخادمة ما تقدر تجابله. تجابله ولا تجابله شغلها؟ والله ما أدري شو أقول لك. الله يعينك. يلا الحمد لله على كل حال الله يعين الجميع. خلصتوا سوالف ولا للحين بعد مشغولين؟ ممكن تعطيني شويه من وقتك الثمين وتخلصين الشغل هذا؟ ان شاء الله الحين بسوي. شيلي قطي ريحه المكان مو حلوه. شنو هذا؟ خلاص عاد. ايش دعوه عليك؟ ما صار له حتى يومين. بنادي عبد المنان يشيله مالي خلقها تفضحنا. صف الله العظيم بس. الو فواز تعال لي الدوام. لا السياره ما فيها بنزين. لا تطول علي ناطرتك. اكو واحد يسوق سياره ما يشيك على البنزين؟ شو اسوي يعني نسيت؟ نسيتي؟ فاضي لك انا؟ ما تشتغل كلش؟ سوقي راسك سيده، شيك على بنزينك. Come on.
No, this way. No, this way. No, come on. Help at all! Ah. Hey. Let go of me! Don't! I like watching you work out. I guess I'd walk some air. Nobody minds. Looks like you have everything under control here. Yeah, that's fine. يا حبيبي قال نوح عذاري حبيبتي ودي اخوك داخل خلي نام اخوك مو قادر يركز اي يما ترى انا هم عندي دراسه خلي جانو تودي حبيبتي جانو عندها شغل بالمطبخ انت ودي حبيبتي ما عليك امشي يلا حبيبي جد قوم يلا قال نوح يلا حبيبي من الأول يلا حبيبي مبارك ما يصير ساعتين عشان تحفظ لي سطر يعطيك العافية الله يعافيك قاعد درسين يهال ها؟ ايه كالعادة رايح الديوانية لا واحد مربع عزمنا على العيشة بعدين بروح الديوانية يلا سمع خليك من الفيلم يلا فما الله يلا سمع بسم الله الرحمن الرحيم Thank you.
منو هذا؟ ها؟